الأسماك أيضاً من حقها التنزه. هذا المواطن اخترع عربة متحركة مخصصة لأسماكه ليجعلها تلقي نظرة مختلفة على العالم الخارجي في مشهد غريب بشوارع مدينة تيشانغ التايوانية. جيري هوانغ شغوف بتربية أسماك الزينة، وفر لها هذه العربة المكونة من أسطوانة بلاستيكية وجهزها بنظام تنقية للماء وأكسجين وبطاريات مثبتة. لقد أجريت الكثير من الأبحاث قبل أن أبدأ في صنع حوض السمك هذا. إنه ليس وليد اللحظة، أنت بحاجة إلى فهم الأسماك. هناك أسباب لاختيار هذا النوع. هوانغ أمضى بضعة أسابيع لتصميم وتصنيع العربة التي كلفته نحو 400 دولار، واختار أسماكاً من نوع جولدفيش لقدرتها على التحمل وعدم الخوف من البشر. ليس هذا فقط، بل إن هوانغ يقول إن أسماكه تستمتع بهذه الرحلات الترفيهية. لدينا جميعاً الرغبة في استكشاف عوالم غريبة أخرى غير صالحة للسكن، ولهذا السبب نرسل السفن إلى الفضاء. لو كنت سمكة سأكون سعيداً للغاية إذا اخترع شخص ما شيئاً يتيح لي استكشاف عوالم أخرى. إذا كنتم من هواة تربية أسماك الزينة، هل ترغبون في منحها فرصة التنزه في الشوارع؟